أهلا بكم في جوشو. كل يوم خميس مصريا على شاشة التلفزيون العربي الساعة 10:00 كل يوم خميس بعد ما أخلص شغل الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة. مين ده؟ من الأردن، من السودان، الجزائر، برشلونة، ومن المغرب، قلب الحرم المكي، من باريس، من شرم الشيخ، من أرض العراق، من أندونيسيا، من كورونا، من على جبال بورصة، من على نهر السين، من الأردن، من إيطاليا، وتحية للدول العربية، من روسيا، ومن القاهرة، من فلسطين. شكرا لكل الناس اللي تبعت لنا فيديوهات بدايه الحلقه، شكرا لكم مره تانية وميرسي بجد، فيديوهاتكم دي بتفرحنا جدا. نخش بقى في موضوع حلقه النهارده. الحلقه اللي فاتت فعلا زعلت ناس كتير قوي مننا، حصل انتقادات كتير عليها، لكن ان شاء الله الفقره الاخيره هعرض لكم الانتقادات ديت وهشرح اكتر وجهه نظري اللي كنت اقصدها. خلونا الاول نروح للموضوع المهم، الموضوع اللي شاغل العالم كله الفتره اللي فاتت. ظهر فيروس كورونا، الوباء الجديد اللي بيهدد العالم. للأسف الشديد حالات مصابة بالفيروس ظهرت في كذا بلد في العالم، بداية من الصين مصدر الفيروس نفسه. في كذا مصدر طبي أو كذا مصدر صحفي بيقول إن سبب ظهور الفيروس ده إن بعض الشعب الصيني بياكل أي حاجة حرفيا، فهو قدام واحدة صينية خفاش مصابة بفيروس كورونا عملت عليه شوربة واتغدت بيه. سيبكوا إن هي تاكل خفاش، دي ما استنتش حتى إن هو يخف، كلته في أضعف حالاته. لكن طبعا الكلام ده واضح ان هو مش علمي وكتير من الناس نفت الموضوع ده، لكن المصدر الطبي الحقيقي بيقول ان سبب انتشار الفيروس ده ان ايسر زهق من الليمون على العدس فبدا يحط خفافيش بدل الليمون. ما انتوا عارفين مش فاهم حاجه خالص يا عيني. طبعا ده برضو مصدر احنا مش مصدقينه، بس محدش من شعب مصر يقلق يا جماعه. يعني وزاره الصحه طلعت تصريح ان نصا كده باذن الله لن يدخل الفيروس مصر، بس خلاص كده تصريح خير. امال انتوا فاكرين ايه؟ لا انت بس قول ان شاء الله يا عم، قول يا رب الاعمار بيد الله بقى، مش هنكفر بقى في ايه. بس التصريح ده بصراحه اثار سخريه كبيره جدا على السوشيال ميديا، فوزيره الصحه حاسه ان هي اثرت في شغلها ما سكتتش. فورا وزيره الصحه نزلت بنفسها عشان تطمن على المصريين اللي راجعين من الصين وتطمن ان الفيروس ده مش موجود فيهم. انا بصراحه مش عارف هي مطلعه من اخرها كده ليه بره الماسك. انت فاكره تقريبا ان الفيروس ده ليه ريحه زي طشه الملوخيه كده؟ أو فكرة مثلا هو بيخش من الودان مش من ال... مش عارف بصراحة. لا يا سيادة الوزيرة لو سمحتي، لو سمحتي يعني الماسك مش عارفة بيتلبس ازاي، قول لنا احنا نقول لك. ما بيتلبسش كده، ما حد يا جماعة يعرفها بيتلبس ازاي. وتاخدها حطها كده على حضرتك اهو اهي اهو. شكرا يا ماشي، طريقة سهلة جدا. الطريقة دي بقى هي اللي بتحمي من الكورونا وقنابل الغاز المسيلة للدموع. المهم صورة الوزيرة برضو أثارت سخرية كبيرة جدا على السوشيال ميديا، فوزيرة الصحة برضو حست لتاني مرة إن هي أثرت في شغلها ما سكتتش. فورا نزلت عملت حملة كبيرة جدا على المطاعم الصينية اللي في البلد. معروف طبعا فيروس كورونا الصيني لو لا قدر الله وصل مصر هيروح على طول على المطاعم الصينية عشان يبقوا أهل الناس وما يحسش بالغربة، فوزيرة الصحة بقى تقفشه على طول هناك. عشان كده أنا بنصح وزارة الاتصالات تنزل شارع عبد العزيز تلم كل موبايلات الصيني. أي أم عندها طقم صيني في النيش تكسره فورا، مش عايزين العدوى تنتشر. عموما شكرا وزارة الصحة أو وزيرة الصحة، يعني كفاية ضحك لحد هنا. مش مهم كل ده دلوقتي، المهم لازم دور الإعلام يظهر في المواقف الصعبة اللي زي دي، لازم يتبنى تعليمات وزارة الصحة ويوعي الناس من الوقاية بفيروس كورونا. الفيروس منتشر وربنا يستر، والعدوى سهلة عن طريق الانفلونزا لأي حد وكذا، فبلاش القبولات دلوقتي. التلزيق ملوش لازمة، مش وقته دلوقتي خالص. يعني انا عارف ان النهارده ليله الجمعه، بس برضه مش وقته خالص. يعني ريح شويه بقى، يعني كده اسبوعين ثلاثه لحد ما نشوف الفيروس. اهي حجه بحجه اسمها كورونا وخلاص، مشيها كورونا. قال يعني انت واد كورونا قوي يعني. يا لهوي، في تامر اقوى من فيروس كورونا، يخرب. لا يا تامر ارجوك ارحمنا مش كده.
ده احنا ما صدقنا نخلص من كورونا تجيلنا انت. ده الجمهور نص جري ما كانش خايف من كورونا، سمع الافيه نط. وانت لو بتتفرج من البيت ما تفكرش انك هربت من فيروس تامر بينتقل من اللاسلكي. تامر انا هشيل الماسك ارجوك بلاش افيهات تاني. اوكي بس كويس انت بتلاقي حجج اهو، ده انت شكلك خبره بقى في الحجج. جت حجتك وجت لك لحد عندك بقى اللي هو والله اخاف عليه من الجو من الفيروس ده ما اقدرش. ابن الذين تامر انت شكلك خبره في الحجج بقى، يعني لو مستني الكورونا عشان تتحجج ايه ده؟ امال كنت قبل كده بتتحجج بايه؟ اه معلش والله حبسه عشان الاحتباس الحراري معلش. لا تامر لا بجد الواحد لو سمع تامر بقى يخاف. ده في ناس في الصين على فكره بتعطس في وش الناس قصد عشان تعديهم، فنخلي بالنا بقى يا جماعه لو لقيت حد بيجري عليك في الشارع يوم الجمعه عشان يبوسك اجري منه بسرعه، خصوصا لو منزل البنطلون هيعديك. لا انا مش عاجبني التوعيه بتاع تامر. لا بقول احنا هنتصرف، احنا هنتصرف بلاش تامر خالص. موضوع بسيط يا جماعه، لو عايزين نتبع اسلوب الوقايه الصح نشوف الصين عملوا ايه ونعمل زيهم. خلونا نرجع للكورونا تاني. قال الاستاذ احمد شيحه عضو الشعبه العامه للمستوردين في الصين هم باذلين مجهود كبير، ده حقيقي، والجيش نزل الجيش نزل بكميات كبيره جدا، وده يبين ان برضه حتى الدول بتعتمد الخارجيه بتعتمد على الجيش في الازمات الصحيه اللي بتحصل فيها، وده ليه مردود برضه عشان الكلام اللي بيتردد دايما يقول لك الجيش فين الجيش فين. ايه ده الجيش نزل في الصين؟ اه يعني احنا المفروض في مصر نزل الجيش زيهم يحكم برضو ولا يعني؟ لا ثواني يا جماعه بس نفهم في ايه، ده كورونا مش مكرونه. بس انا فعلا شفت بعين الصينيين اول ما الفيروس جه سالوا امال الجيش فين قبل ما يسالوا على الكمامات. حد ده حد عربيات الاسعاف في الصين مشيت عشان تفضي مكان للمدرعات، عقبال كده ما جيش الصين يتقدم كده زي جيشنا، وبدل ما يعملوا خط انتاج جمبري يعملوا خط انتاج خفافيش مثلا. يلا بقى يا الصينيين خليكم زي مصر. ها مع بعض والله نقدر. يلا يلا مع بعض والله نقدر. يلا يلا ننزل كلنا مع بعض. بس على فكره يا الصينيين يعني عملناها قبلكم، الجيش بينزل عندكم في الازمات بس؟ لا ده احنا عندنا بينزل في اي حاجه، في ارهاب في خضار في لحمه في كله ما بيرحمش. ده كمان الراجل بيقول ان الجيش نازل بكميات كبيره جدا، يعني الفيروسات مش هتغلبنا خالص في العدد ما نقلقش. وانا شايف برضو ان وقفه الجيش في الشارع مش كفايه، انا بقول نعمل حظر تجوال للفيروسات. ايه ده في ايه يا جماعه؟ انا حاسس ان احنا سيسنا الفيروسات يا جماعه، دي حاجه علاجها طبيا مش عسكريا. انا شايف نركز في اصل الفيروس وليه ظهر دلوقتي، سيبنا بقى من التطبيل لاي جيش كده، يعني ده ناقص بقى ناقص فعلا يعني الفيروس ده نصنفه بميول سياسيه. فيروس كورونا، هذا الفيروس حتى الان بيتكلموا على 8 9 دول في ماليزيا، يعني خلوا بالكم اللي جاي من ماليزيا عندهم فيروس كورونا، عندهم فيروس تنزيق، عندهم حاجات كتيره قوي. يعني ماليزيا فيها مشكلة فعلا، أوبئة تنتشر في ماليزيا سبحان الله، أينما ذهب الإخوان تجد الأوبئة تنتشر كده، عارف البلاء كده موجودين في حاجات كتير، حاجة عجيبة، أي مكان يروحوا فيه جالهم أمراض أوبئة. تخلوا بالكم الناس اللي جاي من ماليزيا، خلي بالكم عشان الناس اللي جايه من ماليزيا دي لو اخوان اقعدوا عليهم عندهم كورونا لا سيبوهم عادي. خلنا بالنا بقى اي حد اخواني في البيت طلعوا بره على طول. فكر الاخوان ده بيئه مناسبه جدا للكورونا، يعني ممكن شويه برد على نص ساعه مكملين يصحوا عندك فيروس كورونا. الفيروس اتطور خالص دلوقتي، بدل ما يخش لك بقى يروح يسال عليك في امن الدوله شوفك اخوان ولا لا. ما برضه بس يا احمد الكورونا موجوده في كذا دوله في العالم، هل معقوله يعني كل الدول دي عشان عندهم اخوان بس؟ ارجوك يا احمد استر شويه عن المصايب العالميه، ده فيروس يا احمد، دي كارثه علينا كلنا، في ناس بتموت بسببها، ارجوك بلاش سياسه. والله خبر جاي لي مهم قوي، خبر جاي لي مهم، يعني ما ينفعش ما اتكلمش عنه. تركيا مشتبهين في عشرات الحالات اصابه كورونا. تركيا، اذا تركيا كورونا وصلت تركيا. خدوا مني الكلام اللي هقوله لكم انا، اسمعوها مني انا، بقول لكم حاجه بتحصل، هيكون مصدر الثاني كورونا في العالم مين؟ تركيا. يعني تركيا فيها اردوغان وفيها كورونا وفيها، يبقى انت تركيا موبوءه. فتخيلوا بقى ربنا يستر، فتركيا دي موبوءه، لو رحت تركيا مش هتفلت من كورونا، لو فلت مش هتفلت من اردوغان، فلت من الاثنين مش هتفلت من براك. مفيش اي حاجه يا معلم، يعني ممكن يحشي الكورونا ذات نفسها. بس ايه الفيروس الغريب ده؟ كان في ماليزيا بيدور على الاخوان، بعد كده طلع على تركيا يدور على الاخوان برضه.
ده لو فيروس امن الدوله مش هيعمل كده. للاسف حتى في الكوارث العالميه يا احمد يا موسى مش قادر تفصل عن التعقيد. عيب. الاعلام المصري مش قادر حتى يقدم دور توعوي، بيستهتر بارواح الناس ويستغل مرضهم سياسيا وبيستهتر بيه، مش قادر يخبي فرحته وشماته في دول تانية حتى لو في مواطنين ما لهمش اي ذنب هيموتوا بسبب الفيروس ده. عشان كده انا دايما بقول مفيش امل في الاعلام المصري. استنوني. بكم مرة تانية. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا كتير قوي عن لبنان، المرة دي بقى هنتكلم عن العراق. هنتكلم عن العراق عشان الحكومة العراقية الأسبوع ده أخيراً اتعلمت من كل غلطات الحكومة اللبنانية وقررت إن هي تسمع لمطالب المتظاهرين. قالت لهم إيه يا متظاهرين عراقيين؟ شاكوا طلباتكم؟ الشعب قال لهم الصلاة على النبي كده وأبص بقى، عايزين رئيس وزراء يكون عراقي معهوش جنسيتين وعمره أقل من 55 سنة وما يكونش نائب أو وزير قبل كده. وبص بقى عشان نبدأ على نظافة ما يكونش منتمي لأي حزب سياسي أو ديني. السلطة في العراق قالت لهم بس كده؟ دي طلباتكم؟ دي أسهل حاجة. راحت جايبة واحد عكس كل ده تماما، جابت واحد فوق 55 سنة منتمي الحزب وكان برلماني ووزير الاثنين ومعاه جنسيتين برضه. بس برضه بصوا يعني احنا مش هنحكم على حد قبل ما نشوفه، زي ما شفنا السيد حسان دياب رئيس وزراء لبنان اللي هو كان عامل كتاب إنجازات ده ما فيهوش أي إنجازات فاكرينه؟ فاحنا المرة دي برضه قررنا نشوف رئيس وزراء الجديد في العراق اللي هو في حد ذاته إنجاز. وأخيرا بعد طول انتظار تكليف رئيس الحكومة الجديد محمد توفيق علاوي. أصلاً هو حتى المالكي اللي يعني بشهادة بنص العبارة قال لي أنت الوزير الوحيد اللي موجود عندي واللي ما عندك طمع بالمنصب. أنا غلقت كل أبواب الفساد، أنا عندي قضية أنا إذا أشوف حالة من الخطأ ما أسكت عليها. هو قالها بلسانه إلي، أنا تقولي لي أقول أنا عندي قدرة على أنه أقود البلد إلى شاطئ الأمان والسلام، وأنجزت إنجازات جداً كبيرة، موارد جداً كبيرة للبلد، قضيت على الفساد. أنا خلاص قضيت على الفساد، تقدروا تفضلوا أنتم، قضيت خلاص. إيه شغل إبراهيموفيتش ده؟ إيه أنا كنت موفق؟ أنا الوحيد اللي ما عنديش طمع؟ أنا اللي أغلقت كل أبواب الفساد؟ وأنا اللي عندي قدرة أقود البلد؟ إيه كمية الأني دي؟ بصوا أنا مش طمعان في السلطة، السلطة هي اللي طمعانة فيا. ده مش هيعين وزراء؟ أنا الوزراء. عرفوا يا جماعة رئيس وزراء العراق الجديد محمد علاوي، قصدي محمد الناوي. كان نائب في 2003 و2006، مش نائب عن الشعب، كان هو الشعب ذات نفسه. وبما إنه نائب برلماني يبقى مهمته إيه؟ يراقب الحكومة؟ لا هو ما عملش كده، فتحهم على بعض، ساب النواب وبقى وزير الاتصالات، ما اقولكوش بقى انجازاته في وزاره الاتصالات، يا لهوي، يعني كانت بصوا عارفين الرئيس السيسي؟ بس لا يعني مش احنا اللي بنقول كده، يعني الاعلام العراقي بنفسه هو اللي قال كده. سيد علاوي نعم. كانت لديك تجارب غير موفقه عندما توليت مناصب وزاريه سابقه. لا بالعكس، أنا كنت جدا موفق وأنجزت إنجازات جدا كبيرة. نحن أنا تعرفين أنا كنت وزير الاتصالات، أنا كان عندي خطة جدا طموحة وجدا كبيرة لتوفير الإنترنت. الوزارة قامت تمشي مثل الساعة. حضرتك الآن بديت بتقول أنه إحنا كنا أسسنا لشيء. أنا إذا أشوف حالة من الخطأ ما أسكت عليها، وأنجزت إنجازات جدا كبيرة، موارد جدا كبيرة للبلد. اليوم عندنا أزمة مركبة عند الناس اسمها الانترنت. الانترنت في العراق يعد أسوأ خدمة تقدم للمواطن العراقي وهي خدمة بسيطة. صار عندنا مشكلة بالنت، بعدنا عايشين على الجيل الثالث وحتى هذا ما مدبري. مع الأسف هذا الوضع هو هذا الموجود. زين، أولا نحن لأن أكو موجود أستاذ محمد الصوت انفقد عندي بشكل الكامل. عندنا مشكلة كبيرة بالإنترنت بالعراق. لا واضح إن في مشكلة كبيرة جدا في الإنترنت في العراق. ولا هو الوزير جاي كده؟ يعني العيب نت ولا هو كده فعلا؟ لا بقول لك إيه، أوعى تعملوا ريستارت. أنا بعمل ريستارت لوحدي. أوعى تعلي الأي كيو بتاعك عن 144، آخرك 360، أكتر من كده مفيش نت، هيهنج منك. إيه ده؟ يعني وزير الاتصالات في لبنان ما عندوش سوشيال ميديا، ده بقى ما عندوش نت اصلا. ثواني حتى وانت بتهنج عمال تقول اني اني اني، يعني مش ملاحظ ان الاني عندك عاليه شويه؟ يعني حاسس ان الاني عندك عاليه لدرجه ان هي اعلى من سرعه الانترنت في العراق. يعني مش عيب تكون وزير الاتصالات ومش عارف تتصل؟ فرقت ايه عن وزير الكهرباء السابق في لبنان؟ قول لي كده، فرقت ايه عنها؟
قالت يعني وزيرة الصحة في مصر لابسة الكمامة تحت مناخيرها. قالت ايه؟ بس خلاص يا جماعة ما علينا ما علينا دلوقتي. دلوقتي الإعلام العراقي بيقول لك من الواضح إنك مريت بتجارب غير موفقة. ليه بقى كمية الثقة والأوفر دوز أني اللي عندك دي؟ يعني إيه اللي خلاك تفتكر إنك ممكن تسد في وقت صعب زي ده؟ الإعلام العراقي بيقول لك إنه مش واثق فيك. إيه اللي خلاك توافق أصلاً على منصب زي ده في وقت زي ده؟ الأستاذ محمد علاوي طرح اسمه أكثر من مرة كمرشح لرئاسة الوزراء. كمرشح تسوية لمنصب رئاسة الوزراء. أكثر مرة هي اللي برز بال 2010، بس أنا بصراحة رفضت هذا الموقع. يعني وما عندي رغبة بالمنصب حتى أكون أنا دقيق، يعني صار أنا ما أرغب بيها. لا يعني أنا لا ما 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 وافق. سترفض؟ إي لا طبعاً. قلت له أنا وزارة بالاتصالات وزارة تقنية مهنية، أنا أشتغل بيها وأقدر أفلح بيها وأنجح بيها. أدخل في مجال تقني وزارة اتصالات. أنا يعني الإنسان مو فقط هم أنه المنصب والمركز وهذا، هم أيضا يعني ليقع هو في الحرام. يعني أنا أتحرر تعرفون البلد في وضع متأزم وبأرواح تقتل وبسجون واعتقالات وسجون ودماء. أنا ماليش في التعذيب والسجون والدماء، الكلام ده بتاع الناس اللي ليها في الحرام. أنا رجل تقني أمسك وزارة الاتصالات أتصنت هم يعذبوا بقى. التعذيب ده مش حتتي حضرتك. النت في العراق لسه 3G، يعني بطء سرعة الانترنت ده في حد ذاته تعذيب. يعني بص انت كنت وزير الاتصالات ومتعذب ازاي؟ يفضلك المواطن العراقي يكون كده؟ ولا انت مبطاه قاصد عشان الحلال والحرام؟ انت اكيد قاصد صح؟ انت قاصد مخليه 3G عشان الشباب ما يتفرجوش على السيريز. عيب صح؟ صايع صايع مسجون. مسجون ايه وذنوب ايه ودماء ايه يا سيد علاوي؟ انت كده بتغلط في زملائك وزراء الحشد. خلي بالك بقى عشان انت مدورهم دلوقتي، خلي بالك. وفعلا واضح خالص انك مش عايز مناصب. فعلا انا لا اريد مناصب لدرجه ان انا بقيت صاحب المناصب كلها. حمزه صاحبك كده اللي يقول لك انا مش جعان، تدي له حته من سندوتش يقوم واكل سندوتش كله. بص يا حاج علاوي، انت شكلك راجل طيب فعلا، بس احنا هنا في البرنامج مش بناخد بالكلام ده، مش بناخد بقى انك طيب وكيوت وتكون صوتك هادي ورزين. يعني الكلام ده بياكلش معانا. يعني مثلا بص حمدتي. اوكي بلاش حمدتي، بلاش دي. شوف الرئيس السيسي، بص بص جميل ولذيذ ازاي. تخيل ان الجميل واللذيذ ده ممكن يجيب له الكورونا. كورونا تخيل. ويا جماعه لو حد حس يعني ان احنا متقلين عليه وانه شكله غلبان، فاحنا مش بنقول حاجه. الشعب العراقي هم اللي نزلوا الشارع وقالوا انه مرفوض. جبت حاجه من عندي اهو. فأرجوك بقى انسى الأنا العالية بتاعتك ديت، ولازم تلاقي حل للأزمة دي. جزء كبير جدا من الأزمة قد انتهى بانتخاب أو باختيار رئيس مجلس وزراء مؤقت. تظاهرات جاءت محمد علاوي، حتى خطابه كان بسيطا متواضعا ويخاطب عامة الجماهير. تكلم بلهجة عراقية واضحة صريحة جميلة جدا، فيها كثير من الأمل، فيها كثير من الطموح. هو كفو، إنسان نزيه، صاحب خبرة، جدي وواقعي. ولكن خليني نجيب مثل بسيط، الكل يعرف ان بيليه هو احسن لاعب في العالم. ولكن بيليه لو لعب ضمن فريق لا يعرف اللعب، بيليه سوف لا يعرف اللعب ايضا. فالمساله تحتاج الى الفريق اللي وياه. ايه ده يا حاج اسكت، مش بيليه اعتزل من زمان؟ في ابديت جديد نزل دلوقتي. يعني عجبك كده يا سيد علاوي؟ عجبك؟ شايف سرعة النت في العراق عملت في الناس ايه؟ النت لسه بيحمل من ايام بليه. بص يا عم الحاج، ده في تكنولوجيا دلوقتي، ده في فار لا مش الفار ابو ديل ده، لا الفار ده شاشة كده كبيرة. بص هو موضوع كبير هبقى احكي لك عليه بعدين. بس بليه ده كان لعيب يعني مش عارف على ايامكم كنتوا بتمشينها ازاي، بس دلوقتي بقى في مدير فني بيختار اللي بيلعب واللعيبة تقف فين، تعمل ايه، خطط يا معلم. طب بص انا اشرح لك بالراحة. سيد محمد علاوي كمل الجمهور، بعدين سبحان الله سبحان الله كده بقى لعيب. الشعب العراقي ساله يعني انت بتلعبش ليه؟ فضل باصص لهم كده بالظبط. فجاه بدل ما يسرحوه بقى جابوه مدير فني للفريق. الشعب العراقي يقول له ها هات لعيبه بقى تلعب بقى. قال ما حدا يلعب غيري، اني هلبس رقم واحد عشان اني نمبر 1. بس حد خد باله من حاجه؟ يعني بقول لك الحراك اصلا نازل عشانه، اللي هو جبنا لكم واحد اهو ما فيهوش ولا حاجه من اللي طلبتوها. بس ها يلا بقى يلا والله حلو مع بعض والله نطلع. اطلعوا الشارع بقى يلا والله مع بعض نطلع يلا. يا جماعه الشعب عايز يبدا على نظافه، يعني من غير سياسيين سابقين، عايز شباب، مش عايز تدخلات امريكيه ايرانيه، في احسن من كده. واهم حاجه ما يكونش مدعوم من اي حزب من الاحزاب اللي الشعب اصلا
فقد الثقة فيها، لازم يكون مدعوم من الشعب. بس اتفقت الأحزاب على اسم محمد توفيق علاوي مرشحاً لرئاسة الحكومة. تحالف الفتح وكتلة بدر ستكونان داعمتي لعلاوي. رحبت الأمم المتحدة. الدعم من قبل التيار الصدري. رحبت الخارجية الإيرانية من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني. باركت الكتل السنية والكردية التكليف وعدته بداية للخروج من الأزمة الحالية. تصاعد ردود الأفعال المؤيدة لتكليف محمد علاوي بمنصب رئيس الوزراء، حيث أبدى رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي تأييده لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي. عزب الله مشتر الرجيم، عزب الله مشتر الرجيم، قل عزب رب الفلق، قل عزب رب الفلق. عادل عبد المهدي بيأيده؟ أنت بالضبط كأنك بتعمل عيد ميلاد لابنك وجبت جورج نادر هو اللي يعمل حفلة، كأنك جبت فرن وعزمت هتلر في الافتتاح. غلط خالص، يعني مش صح أن عادل عبد المهدي يأيده. ده انت ناقص لك كل المطلوبين في الانتربول والرئيس السيسي وابو لهب وابو الغضب عشان تقفل الليست. شايف يا سيد سعد يا حريري؟ اداله الباسورد ده وبارك له دعمه. سهل خالص اهي. اوكي عليه قضايا فساد بس عدي الحاجات الصغيره دي. بعيدا بقى يعني ان الصدر بيدعمه وايران والليله الكبيره دي كلها، احنا بصراحه مع الشعب العراقي ومتطلبات ثورته. يعني الامتحان الوحيد اللي الشعب عمله ما عرفتوش تعده بمقبول حتى منه، خدته مرفوض كده من كل البنود، وبرضه هنفضل نسال نفس السؤال اللي سالناه في لبنان. كده دلوقتي مستغربين ليه الشعب يقول مرفوض، صح؟ الإجابة سهلة جدا يا جماعة. أهلا بيكم مرة تانية. صفقة القرن. الأسبوع ده عمرو أديب عمل لقاء مع جارد كوشنر. جارد كوشنر ده هو مستشار ترامب وجوز بنته وصاحب فكرة صفقة القرن. جارد قال الصفقة دي قد إيه هي كيوت ومفيدة للشعب الفلسطيني، كل الكلام بقى بتاع يا ود المصلحتي، يا ود أنا عايز أخدمك، هتلف البلاد كلها وهترجع لي. لكن الأهم من ده كله بقى إنه قال إن فكرة صفقة القرن دي جات له إزاي؟ كان وراها إيه؟ So what we're trying to do is figure out how can you stop the growth of Israel there in a way where you can give Israel the land that they're never going to leave anyway, but do it in a way where in exchange you get Israel to freeze their growth so that the Palestinians could have a state of their own. What we were able to accomplish here, and again, before this I was in the real estate business, so I know a lot about meets and bounds in real estate. إذا العقارات؟ أنت شغال في مجال العقارات؟ لا العقارات دي بتموتني ضحك بصراحة. إيه ده؟ أنا أول مرة أعرف إن مجال العقارات ممكن يخليك ترسم رسمة عيب. هي مش دي برضو يعني ده قصدك بقى حاجة تانية؟ إيه يا جوز بنت ترامب؟ يعني مش عيب تخطط على الأرض مش أرضك؟ وأنت يا عمرو إيه السعادة دي؟ ده أنت ناقص تسخسخ قدامه. ده أنت فرحان كأنه هيسقط لك فيلا في الساحل الشمالي بسعر حنين. إيه ده شوية يا عمرو؟ يعني واحد ملوش أي 30 لازمة في الحياة بيخطط لبلد عربي قدامك وكل خبراته في الحياة إنه شغال في العقارات؟ ده أنت المفروض تغسله. إزنقه يا عمرو دي فرصتك. اسألوا بقى عن مشكلة حدود أمريكا والمكسيك والسور اللي ما بينهم، كلموا عن سياسات ترامب الغلط، خد لنا حقه منه عمرو بقى يلا يلا عشان يبطل هو أو غيره يلعب في اللي مالوش فيه. ما هو مستقبل جاريد كوشنر السياسي وما هو طموحه وكيف ترى نفسك بعد 4 سنوات من الآن؟ إذا في يا عمرو؟ ده جوز بنت ترامب مش جوز بنت رجاء الجداوي. اللي يقول لي شايف نفسك فين بعد 4 سنين؟ بتعرف تشتغل تحت ضغط؟ لا بجد كلمني كده عن مواهبك. هل رسمت الرسمه دي عيب ولا دي اصلا رسمه عيب؟ بجد لا جاوب بجد. طب بلاش البيت الابيض، هل ابيض من جوه فعلا ولا من بره الله الله ومن جوه يعلم الله؟ طب هل زعلان انك جبران باسيل امريكا؟ طب هل الناس بتقول لك هيلا 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 هو ولا ايه ايه قول؟ جاوب. ايه يا عمرو ايه يا عمرو براحه عليه، يعني بقول لك ازنقه مش تحرجه كده، عشان يعني حماه بيتحاكم تقوم زقله باسئله الاتش ار كده؟ اهدى شويه يا عمرو. لا لا ما تتهورش. في ايه؟ ايه شايف نفسك بعد 4 ايه الاسئله دي يا عمرو؟ ده بدل ما تساله على الاسئله المهمه، يعني مثلا قول له هل كان في دور لاي حاكم عربي في صفقه مهمه ومهينه زي دي؟ ما هو دور الاداره المصريه؟ وكيف ساهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في صياغه هذه الاتفاقيه؟ President el-Sisi gave me a lot of very good advice along the way. He thinks that they need massive investment in economy, which we were able to put together. He gave us a lot of feedback on what projects we should do and how we should do it. تقول لي على رئيس السيسي ده ملك الفرص، ده انتوا خدتوا احسن حاجه منه.
انت عارف بعت رامي صنافير بكام؟ ما بيرحمش يابا. ولا بقى من الناحيه الاقتصاديه، يعني دي مستر الوحيده المشاريع الاقتصاديه الضخمه اللي كل يوم بيصحينا على مشاريع من كتر الكباري اللي عملها، مش شايفين المشاريع. ده لو الرئيس السيسي دخل في صفقه القرن في فلسطين هروح لبنان في ساعتين. يعني مثال مثال، اوكي، الشعب الفلسطيني بيعمل ايه؟ بيعمل مقلوبه، هيعمل عليها انقلاب ويعدلها، شغلته. اما بقى بالنسبه للاقتصاد نفسه، يعني مش عايز بصراحه، يعني مش عايز اقول، يعني الخبرات بتاعتك، الفلسطينيين عايزين ايه؟ عايزين فلسطين من البحر للنهر، هيعومها لكم على طول، شغلانته. وثواني كده معلش، وقال حاجه مهمه محدش خد باله منها، قال الرئيس السيسي عنده خطه. بجد؟ اقتصاديه؟ الاثنين؟ ايه هتاخدوا فلوس من الامارات انتوا كمان ولا ايه؟ ايه يا ريس؟ معقوله؟ معقوله يا ريس رايح تنصحهم كده في السر؟ طب مش تقول لي حتى البرهان رئيس مجلس الانتقالي بتاع السودان ده على خطتك الاستراتيجيه، بدل ما هو بيقابل اسرائيل من تحت الترابيزه كده في اوغندا وفضحنا قدام العالم كله، مش هتعلم من الرئيس بتاعنا؟ بصراحه احنا عندنا كلام كتير قوي في صفقه القرن، بس ان شاء الله الصفقه فشلت من قبل حتى ما تبدا بسبب رفض الطرف الفلسطيني، ومش بس رفض الطرف الفلسطيني، ده موقف الوطن العربي كله كان الرفض. بص هو مش كله قوي يعني، بس كفايه موقف الرئيس السيسي والاعلام المصري اللي رفضوا صفقه القرن من اول ما اسمها اتقال من سنتين. احنا هنوريكم رد فعل الاعلام المصري من سنتين لما تم اعلان لاول مره صفقه القرن. ركزوا كويس قوي على رد فعل الاعلام ساعتها وطون صوته كان عامل ازاي. خطة السلام الأمريكية اللي مدلعينها باسم صفقة القرن، أنا بعتقد إن هي صفعة القرن وليس صفقة قرن. صفقة القرن دي أكتر مصطلح مشبوه في القرن الواحد وعشرين. صفقة قرن يا عم، صفقة قرن في عينك، صفقة قرن في 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 أقول لك إيه؟ مسألة صفقة القرن وورشة البحرين والكلام ده كله لا علاقة لنا بما يجري، ما نعرفش حاجة اسمها صفقة القرن. ده بالظبط أشبع بعملية جنين مات في الرحم. صفقة القرن دي بالنسبة لناس كتير عمل مشبوه. حكاية صفقة القرن اللي مصر بريئة منها تماما، المصريين رافضين رفضا باتا. نقطة، مفيش عندنا احنا في مصر ما عندناش رأي آخر. صفقة القرن قد فشلت أو في سبيلها إلى الفشل عشان أكون دقيق. مصر ضد أي مساس حتى ولو وافق الفلسطينيين، علشان يعني إيه؟ عايزين يعملوا الأرض مقابل الدولارات، وهنديكوا 50 مليار. حتى انا يوميها قلت لهم ايه؟ تاخدوا 150 وتجيبوا القدس. اديله يا عمرو، اديله، الله اكبر. يا اول مره اشوف لك موقف وطني يا اخي، هتديهم 150 مليار؟ اه ما انت مش دافع حاجه من جيبك. متاكد من 150 مليار؟ ايه ده للدرجه دي تركي آل الشيخ مؤمن بالقضيه؟ المهم انت قول لي يا عمرو، شايف نفسك فين بعد 4 سنين؟ في ام بي سي زي ما انت ولا في موسم الرياض؟ بس لا بجد لحظه تاريخيه، الاعلام المصري اول مره يكون موقفه موقف كل الشعوب العربيه، معقوله؟ ابوس ايديكم، ابوس ايديكم، اوعوا تغيروا رايكم، اوعوا تغيروا كلامكم، يلا بقى كلنا ضد صفقه القرن. يلا يلا يلا، ها جدعانوا بقى، يلا مع بعض والله، يلا اوعوا تغيروا كلامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد سنتين من البحث الإعلان رسميا في واشنطن عن خطة السلام الجديدة، خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط، يا رب تكون بداية وبداية خير للشعب الفلسطيني. طبعا هي رؤية بارقة أمل جديدة. البدايات كانت قبول إسرائيلي ورفض فلسطين. إحنا مع الفلسطينيين في اختيار، بس يا جماعة الخير في فلسطين لابد أن يكون هناك تفاوض. أنت قلت له مش موافق، على أي أساس؟ إيه البديل بتاعك؟ إغلاق الباب ليس من مصلحة أحد. كفانا دغدغة لمشاعر الجماهير. هنقول للأمريكان لا، هنعمل إحنا إيه بقى؟ خلينا واقعيين، نعيش الواقع. المنطقة نفسها كلها لم تطرح أي خطة بديلة. مشكلة الفلسطينيين طول الوقت في التفاوض ده إن هو عاوز أفضل حاجة، الأرض وفلسطين من البحر للنهر. ما أنت بتخبط على أبواب بقالك 40 سنة، خدت إيه؟ ما خدتش حاجة. على الجانب الفلسطيني، ادرس، شوف إيه اللي أنت تستفيد منه. الكلام اللي إحنا عايزينه النهاردة كان معروض من 43 سنة. لو ما توافقش على فرص النهاردة ممكن بكرة تبقى خسائر. برضو الإخوة الفلسطينيين رفضوه. إنما خلينا ما نخسرش زي كل مرة. الجميع كسبان، هنا كسبان وهنا كسبان، يعني الإسرائيليين كسبانين والفلسطينيين كسبانين. وأعرض الموضوع للاستفتاء على الشعب الفلسطيني، أنتم موافقين على الخطة دي ولا لأ؟ إيه ده؟ بجد يا نشأت؟ عايز تعرض الموضوع على الشعب الفلسطيني في استفتاء؟ مش لما نعمل عندنا استفتاءات في مصر ننصح غيرنا يعملوا استفتاء؟ ده احنا لما بعنا تران وصنافير بعناها من غير استفتاء، طب انت تنصح الفلسطينيين يعملوا استفتاء؟ وبالعقل كده ليه واحد فلسطيني سوت على ارضه بنعم او لا؟ دي ارضه، يعني ليه اصلا يبقى في اختيارات؟ لو ما توافقش على فرص النهارده ممكن بكره تبقى خسائر. طب بسرعه بقى، بسرعه بقى، اوعى تفوتك الفرصه، دي الاسعار دلوقتي نار يا معلم. انت عارف المتر بكام دلوقتي؟ عارف عمو ترامب ممكن يشتري منك المتر بكام؟ لا 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 ولد ولد، اسعار 67 و47 دي خلاص انسى الكلام ده،
ده كان في فرص زمان. مشكله الفلسطينيين طول الوقت في التفاوض ده ان هو عاوز افضل حاجه، الارض وفلسطين من البحر للنهر. طماعين طماعين الفلسطينيين دول. تخيل ارضهم مسروقه من البحر للنهر وجايين كده بكل بجاحه يقول لك عايز ارضي اللي من البحر للنهر. يا اخي ده انت بجح. بس حد لاحظ حاجه ما بين الفيديوهين اللي هو الفيديو اللي فات واللي قبليه؟ لا بجد، لا مش ان هما مع عيب بقوا غيروا العادي بتاعهم. لا حد خد باله هما في سنتين كانوا بيشتموا في صفقه القرن، يقول لك صفعه القرن ومصطلح مشبوه. طب قرن في عينك دلوقتي بقى اسمها خطه السلام الامريكيه منك له، سامع ولا لا؟ الاعلام اللي قاعد يزايد بالقضيه الفلسطينيه سنتين باوردر واحد بحها في ثانيه. للاسف قضيه فلسطين اتحولت لقضيه موجوده بنستخدمها بس لما نحب نكسب ارضيه شعبيه مش اكتر، لكن لما وقت الجد بيجي كله بيفلسع ويسيب الشعب الفلسطيني لوحده في وش النار. عايزين تعرفوا مين اللي بيحب بجد يكسب ارضيه شعبيه ويزايد؟ فاحنا حرفيا كلنا في الليله دي. دول الخليج وقفت مع الحق العربي ومع الفلسطينيين اكثر من اي دوله اخرى. انت بتزايد عليا؟ احنا البلد اللي دافع القضيه، احنا البلد اللي تحملت القضيه. لا حد يزايد علينا، نحن دفعنا الثمن. والله يا لولا دول الخليج لكنتوا انتم في مخيمات الأونروا. الدولة الوحيدة التي خاضت حروبا من اجل القضية الفلسطينية هي مصر. ليس هناك دولة وقفت مع فلسطين مثل المملكة العربية السعودية. من الذي حرر القدس في هذا؟ هم ابناء هذه الجزيرة، عمر بن الخطاب وقومه من هذه الجزيرة العربية. سوريا هي فقط من قدم لفلسطين، سوريا هي فقط من دعم فلسطين. الأردن دائما كان النصير للقضية الفلسطينية، نحن الأقرب إلى شعب فلسطين. القضية الفلسطينية لا تحل إلا بالطريقة الجزائرية. تونس هي من أكثر الدول اللي تفاعلت مع قضية الشعب الفلسطيني. ما فيش دولة عربية وقفت مع القضية الفلسطينية كما وقفت قطر. في الكويت كان عندنا 400,000 فلسطيني. المعلم أردوغان هو الوحيد اللي قال هنكسر الإيد اللي تمتد على المسجد الأقصى. لكن لن نسمح إنه حد يزايد علينا. ما أنتوا بعتوا القضية الفلسطينية، أنتوا اللي بعتوا وإحنا اللي بندافع عنها. المملكة لا يزايد عليها أحد في هذا المضمار. السعودية ما لها علاقات ولا لها تطبيع، وأكثر دولة دعم. ما حدش يزايد على مصر وعلى موقف مصر. الراجل والدولة اللي شايفة نفسها تقدر تحرر المسجد الأقصى وتحط إسرائيل في البحر تتفضل بشكل مباشر تطلع وإحنا هنسقف ونقف في موقف متفرجين. اللي عايز يحرر يعمل إيه؟ يتفضل، إحنا آخرنا نسقف له بس. المزايدة الحاجة الوحيدة اللي اتجمعنا فيها، اتوحدنا إن إحنا بنزايد على بعض مش أكتر. اه بنحب فلسطين بس هل عملنا لها حاجه؟ لا، اعمل انت واحنا هنسقف لك. كلنا بنزايد على بعض بس عشان نعرف ننام بالليل مستريحين. كنا زمان بنقول مفيش حاجه اسمها اسرائيل، نتجمع في المدارس ونحرق علم اسرائيل كل شويه، وطني حبيبي وطني الاكبر. الغضب الساطع قات، الشعب العربي وين؟ الغضب العربي وين؟ ماتت قلوب الناس، ماتت فينا النخوه، وده حلمنا طول عمرنا. لكن في الوقت ده كانت اسرائيل بتقتل في اخواتنا وبتبني مستوطنات ولا كان في اي حاجه. الأنظمة العربية كل اللي بتعمله إن هي بتزايد على بعض لكن مفيش أي رد فعل حقيقي. يعني الحاجة الوحيدة بصراحة اللي إحنا متفائلين بيها إن القضية الحمد لله لسه حية، حية بإصرار الشعب الفلسطيني وحية لسه جوا قلوب الشعوب اللي قلوبها لسه صحية. اهلا بيكم مره تانية. حلقه الخميس اللي فات زعلت ناس كتير قوي مننا الصراحه، ناس كتير شتمتني بسببها ودي حاجه اول مره تحصل. يعني بجد اول مره احس كده ان في حد بيشتمني. انت يا حيوان. لا هو دي بيشتم اي حد يعني، في الموضوع مش شخص بينه وبينه، لكن غير كده يعني اول مره. دي جزمه متحركه، دماغه نفسها جزمه. عشان كده ماما كل ما ابقى نايم على ظهري كده تيجي تستغفر وتقلبني على بطني. انا جزمه وانا مش واخد بالي. لا معاك حق، بس انا برضو ما اقصدش الباز ونشأت كده كده، ما فيش عمار بيني وبينهم، هم اصلا غيرانين مني عشان انا ناجح اكتر منهم. لكن المره دي فعلا في ناس جديده شتمتني بعد الحلقه اللي فاتت، غير يعني المتعودين ان هم يشتموني كالعاده. وزي ما انتم عارفين احنا في الاول او في الاخر يعني بننقل الاحداث بطريقه ساخره عشان نهون عليكم نقلها، فمش مستاهل يعني حد يتضايق من البرنامج او يشيل مني انا شخصيا. عشان كده انا هعرض فيديوهات الناس اللي انتقدتني بسبب الحلقه اللي فاتت، خصوصا يعني ان في رموز اعلاميه كبيره جدا دخلت بصراحه وقالت في حقي كلام ما يصحش خالص. الأراجوز اتكلم علينا في برنامج ضد الفوضى، لكن أنا هسميه الأراجوز بس. إحنا مش تافهين يا أراجوز، فدنا المجتمع يا أراجوز. إحنا بنفيد المجتمع يا أراجوز، مش هنزل للمستوى بتاع حضرتك خالص.
عشان انت أراجوز. انت مش لاحظ ان انا بقول أراجوز؟ اتحداك تحلق شعرك، يرقص بقى، يتنطط، يحلق شعره، يربي شعره، خليك أراجوز. والله العظيم اتحداك لو تحلق شعرك. لما بتقبض فلوس بتعمل بيها خير ولا بتصرفها على مين؟ على شعرك؟ ده دولة عظيمة، دولة لو وقعت والعياذ بالله هتيجي انت تحميها بشعرك؟ ده في ايه يا عم؟ انت مين انت؟ انا جبت سيرتك انت؟ فان كوخ. الاستاذ فان كوخ، يا اهلا وسهلا. ايه مالك متضايق كده ليه؟ ماله يا عم شعري؟ ايه متغاظ منه كده ليه؟ ايوه عرفت مين اللي بعتك، امي صح؟ كان دايما تقول لي احلق شعرك عشان وشك ينور. ما حدش بيعمل الحركات دي غيرها. شعري هو اللي واخد كل وقتي، هو اللي معطلني يعني عن القضيه وبنا البلد. لو الحق البلد بتوقع يا جو. لا معلش استنى الاول بس، النعكاش عندي اهم من ظبطه كده. ايوه يعني انت مثلا بتحمي الدوله بشعرك؟ هل انا ممكن اتحداك تصبغ شعرك اخضر؟ هل انا بالسذاجه دي؟ وايه أراجوز؟ أراجوز انت مش ملاحظ ان انا بقول أراجوز؟ اكيد خدت بالي ان انت بتاع مثلا 16 يا جماعه صوت النادي. ماشي، ما اكيد واخد بالك تقول لي أراجوز. وعايز تعرف بصرف فلوسي فين؟ اقول لك بصرف فلوسي فين ولا اخاف. يعني مثلا ايد صاحبك دي، متخيل دي بتاخد طباعه قد ايه؟ متخيل بتكلفنا كام دي في الطباعه؟ كبيره جدا. بلاش شوربه العدس بتاعت صاحبك ايسر، انت عارف كيلو العدس بكام دلوقتي؟ عندك مثلا بتاعت مين ده يا جدعان؟ لا ده مش سؤال، يعني هي فعلا بتاعت مين ده؟ يعني بص مش عارف اشرح لكم ازاي، بس يعني المهم في الاخر يا عم كان كخ انت، انا اسف حقك عليا. كاش فوت بصراحه اتريق على كخك خالص، صرت لك سياده المستشاره. يلا يا عم افرح، اظن كده الحمد لله اي حد زعل مني فانا بعتذر له، خصوصا القامات الاعلاميه الكبيره زي كده. في حد تاني عادي زعلان مني؟ يعني جوشو انا يعني انا اولا ما بحبوش، لا صوته ينفع ولا شكله، انا رايي الشخص انه متقيل. اولا هو يعني عامل زي الفلاحين الوحشين، ده رايي الشخصي، انت ممكن تحبه بس يوسف فلاح وحش، يعني فلاح يعني يقول علينا اعلام الاخوان. فانا رايي انه انتوا بصراحه يعني احكموا عليه بطريقتكم، انا ما شفتش فنان كوميدي عينه خضراء. انتوا شايفين راي تاني يعني ملامحه من النوع الفلاحي الوحش، سيبك من رايي ده بقى، من النوع الفلاحين الكلحين. انتوا شايفين راي تاني حر، انا بقول رايي انه فلاح كلح كلح. ايه ضرب حمى ناص، انا فلاح كلح وملامح من نوع الفلاح الوحش. والله يا باشا انا الملامح اللي ادوهاني خدتها ومشيت، لو اعرف ان في نوع احسن كنت سالت. اربط البهيمه يا ناس هتلا تهرب. ايه ده، هو انا ما قلتلكش يا محمد؟ مش انا لما بطلع في اي حته واي لقاء بقول عادي اني فلاح ومن قريه اسمها كفر عوض وبفتخر جدا ان انا منها؟ واضح ان قعدتك في تركيا غيرتك كتير، حاسسك ان انت باشي ومصريين شويه فلاحين. ده انت مش ناقص بقى غير انك تنزل مصر وتروح للفلاحين وتقول لهم فلاح خرسيس. جرى يا محمد يا ناصر. لا وبعدين انا فعلا عايز اعتذر عن حاجه، واضح ان انا قلت اعلام الاخوان، ما اعرفش ان هي بتضايقكم كده وبتستعروا منها. انتوا بتعتبروها شتيمه؟ ده انا كنت بحاول يعني اعليكم كده وارقيكم واخليكم اعلام اخوان. ما تزعلش يا اخويا ولا تزعل، من النهارده انتوا اعلام العالم الموازي. بس معاك حق بصراحه في حاجه واحده، في لون عيني. ما برضه ما فيش فنان كوميدي بصراحه عينه خضراء. الكوميديا بتبدا من اللون العسلي باين؟ الخضراء دي ما بتضحكش، فلاحي. وغير الضحك كمان يعني هي اصلا مش مفيده معايا في حاجه، يعني العين الحمراء بتخوف، الواسعه بتحسد، عين العفريت بترقي، انما العين الخضراء دي عين ملهاش لازمه بتاعت فلاحين. وبعدين مش عاجبك لا صوتي ولا لون عيني، والتاني مش عاجبه شعري. هو فيا جماعه وانا بقدم برنامج ولا عرض ازياء؟ الحمد لله محدش خد باله من وداني. بس انت عارف يا محمد انا مش زعلان انك قلت لي كلح خالص، انا عادي مش فارق معايا، لكن تحط قدام كلح كلمه فلاح على سنك يعني بتزود الشتيمه، ادي اللي ممكن اسكت عليها ابدا. في ايه؟ ما اعرفش بصراحه انت متضايق ليه اصلا، تكبر الموضوع ليه يا معلم؟ لحتى كل الكومنتس على الحلقه كانت بتقول معتز خط احمر، حمزه زبعه خط احمر، محدش جاب سيرتك. وبعدين هو في ايه يا جماعه؟ يعني هو كله كده بقى خط احمر؟ ده صاحب الخط الاحمر ذات نفسه بيجيبه معانا يا عيني وما بتعترفش. عمره ما اعترف.
بص انا عارف ان الحلقه اللي فاتت كانت تقيله شويه، عارف، وعارف انك ما تقصدش خالص تتنمر عليا وتقول عليا فلاح وتستخدم فلاح كشتيمه، اصل يعني مش عشان انتقدت طريقه اعلام الاخوان تطلع تتنمر عليا كده. بص هديك فرصه تانية تقول رايك، بس ارجوك من غير لا عنصريه ولا تنمر. لكنك انت تقف تقول اصل انا مش معتز مطر وحمزه زوبعه ومش عارف ولا لا دول ولا دول، اما انت ايه اثيوبي مثلا؟ يعني انت صومالي حضرتك؟ ما انت ما تنفعش كندي، شكلك جربان ما تنفعش كندي. لا سنه سخه يا اولاد، هي وصلت للجرب؟ لا الكلام ده انا لا يمكن اسكت عليه ابدا، لا يمكن اسكت عليه ابدا. يا حمى يا ناصر، جرايه يا حمى يا ناصر، قصدك يعني ان انا انفع اثيوبي او صومالي بس؟ قصدك يعني ان الجربانين يلقوا على اثيوبيا والصومال بس كنديين لا؟ انت حسيت ان انت قفلت العنصريه محليا في الفلاحين، رايح بقى تقفلها عالميا يا محمد، ده اللي ناقص. يا ريت الرجاله لو حد رايح كندي ياخدني معاه عشان الاستاذ محمد ناصر عايزني بقى اتحضر من الفلح اللي انا فيه واشيل الجرب واعمل ليزك وغير شعري وغير صوت، ناقص بقى يحول لي جنسيا يعني؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، ده اللي ناقص. يا ايسر قلت لك ده هطور، ما بتحلبش ما بتحلبش، يخرب ولا انت فاهم حاجه؟ بس فعلا مع حق يعني، انا لا مني دول ولا مني دول، ايه ده؟ امال انا كنت فين هما بيقسموا الفرق؟ طب ما ينفعش يعني يبقى ليا راي مختلف عن الاتجاهين دول، ولا هما بس الاتجاهين دول اللي متسجلين في الشهر العقاري؟ غير كده بقى صومالي اثيوبي جربان كلح. طب قول لي يا استاذ محمد، مفيش كده كتاب يعني من اللي وراك، الكتب الكتير اللي وراك ديت يعني يعلمك اللي انت بتقوله ده يعتبر عنصريه وتنمر، ولا يعني كل الكتب دي منظره ولا ايه النظام؟ طب يلا هي دور كده، يلا يلا والله العظيم يلا. بص لو لقيت هديك ده اهو عشان تمارس بقى هوايتك المفضله على الفلاحين اللي زيي. ارجوك ارجوك كفايه تنمر على الفلاحين يا استاذ محمد، اللي انا بفتخر جدا على فكره ان انا منهم، وعلى الصوماليين والاثيوبيين اللي انا بعتز جدا وبعتذر لهم كمان وبقول لهم اسف، بقول لهم فعلا المصريين بيعتزوا جدا بالصومال كبلد عربي وباثيوبيا كدوله افريقيه احنا منها، ومش كلنا نفس تفكير محمد ناصر. بس انا برضه يعني لسه حابب اسمع راي الناس فيا، خصوصا يعني الناس اللي تعرضت لظلم وتكميم افواه في مصر اكيد حاسين بيا كفلاح وكانسان ليا راي، اكيد هيسيبوني اقول رايي عادي يعني من غير شتيمه. اللي هو ايه؟ يهاجم مذيعين الانقلاب ويهاجمنا احنا، سخيفه. دي حاجه سخيفه، انه انا شايفك بصراحه في موقف نجس وانا ما شفتكش وما اعرفكش وما قابلتكش، بس لو قابلتك اشتمك. هتشتمني؟ شكرا يا استاذ محمد، كتر خيرك. يعني لمجرد اني قلت رايي لو شفتني هتشتمني؟ ها هتشتمني؟ امال كلح وجربان دي كانت ايه؟ تقريبا شتيمه الوش، الوش بتفرق معاه برضه، ليها طعم مختلف معاه. طب انت فاكرني بقى هعمل زيك واطلع اقول لك انت هتشتمني؟ والله لو شتمتني لاقول لك يا يوسف اتقشم، يا يوسف عيب. لا طبعا مش هعمل كده، عمري ما هعمل كده، عارف ليه؟ عشان انا فلاح واهلي فلاحين وعلموني ما ينفعش ارد الشتيمه بشتيمه زيها، لان كده هبقى ما اخترتش كتير عن الناس اللي زيك. بعدين اقول لي ايه موقفي نجز دي ان شاء الله؟ هو انت ماسكني رايي ولا اداب؟ وفي ايه؟ لا دي جاموسه عادي معديه ملهاش دعوه بيها. فيها يا محمد، هو انا يعني ما ينفعش اقول رايي في اللي بيحصل وابقى يعني شايف ان النظام عنده اخطاء واعلام الاخوان ساعات بيغلط؟ سوري ايه دايما بنسى، قصدي يعني اعلام العالم الموازي برضه عنده اخطاء زي ما انا اكيد عندي اخطاء، غير طبعا عيني خضراء يعني، ده خلاص دي عديناها. ده يا جماعه محمد ناصر اللي خرج بره مصر عشان بينادي بحريه الراي وضد تكميم الافواه، لو شافني في الشارع هيشتمني عشان رايي. بس سيبك بقى من العنصريه والشتيمه، ويا ريت بقى تناقشني في المحتوى اللي بقدمه. قول لي قول لي يا استاذ محمد، ايه اللي ضايقك فيا بالظبط؟ قلت ايه زعلك؟ لان انت كده بصراحه يعني ما تزعلش مني، فرقت ايه عن اعلام الرئيس السيسي؟ يا راجل ايه الرئيس السيسي؟ يوتيوب لو انت خدت بالك في المصطلح بيقول ايه على السيسي؟ الرئيس السيسي طول الوقت عمال يقول الرئيس السيسي، وبعدين عيب قوي يا جو تقول الرئيس السيسي. يعني طب انت اسمك ايه بقى؟ اعلام معارض يعني، ولا اعلام مناهض، ولا اعلام بتاع السيسي، ولا اعلام ما تشتغل مع السيسي ضدنا زي احمد الباز بنفس النغمه؟ اي حد هيقول على السيسي الرئيس السيسي فهو سيساوي، حتى لو ادعى انه مش سيساوي. اي حد هيقول علينا كلنا اعلام الاخوان فهو سيساوي. ايه ده؟ طب انت طالع بتذيع في لندن ليه؟ ما تروح تذيع من القاهره على فكره، مش هيعمل لك حاجه. طب والمصحف الشريف السيسي مش هيعمل لك حاجه؟ والله العظيم يا يوسف السيسي عايز اللي زيك، تحس ان هو السيسي مشغله. انا ما بتهموش باي عماله على فكره، تحس ان السيسي مش هو شغال للسيسي من الباب الخلفي. الله يسامحك يا ريس، الله يسامحك يا ريس، عاجبك كده يا ريس؟ اهو محمد ناصر قفشني.
قلت لك بلاش الباب الخلف، خليها حتى ستاره ولا اجي لك حتى من باب الزريبه. قلت لي لا. عندك حق يا محمد ناصر، السيسي فعلا عرض عليا اجي اقدم من مصر، قال لي تعالى يا واد احجز لك استوديو جنب قصر رئاسه عرض جنبي. جايز يعني تكون يعني في سكتش كده ولا حاجه؟ بس هتقول لي مين؟ هتقول لي مين؟ الناس بتتقفش كده من اول نظره. معك حق بصراحه يا محمد ناصر، اي حد بعد كده يقول الرئيس السيسي يبقى سيساوي على طول. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. اهي الجزيره سيساويه. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. البي بي سي سيساويه فرع بريطانيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي. الدي دبليو دي ايه؟ ما هي سيساويه المانيا. اي حد هيقول بعد كده الرئيس السيسي يبقى ايه سيساوي، لكن هتقول السيسي يبقى انت اخوان. نقعد السيسي ال 29؟ اهو ده اخواني. عيب. تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي. المرشد العام لجماعه الاخوان السيساويين. ده انتوا فاجئتوني والله. انا ما كنتش اعرف ان كل ما اقول الرئيس السيسي فترات حكمه هتزيد. ما كانش ذكاء مني خالص ان انا اقول الرئيس السيسي بصراحه. يعني كان ممكن اعمل حلول تانية كتير. ايوه. اي انا عندي حل بقى افشخ بكتير. ايه رايك يا محمد ناصر نعمل برلمان موازي مصري في تركيا ونطلع بقى ونطلع جلسات ونطلع قرارات؟ ايه رايك؟ ونقول بقى في السيسي الخسيسي، السيسي الخسيسي الانقلابي. ايوه. السيسي هيتجنن كده وهيتجنن. حرف الخاء الزياده اللي في اسمه دي هيخليه يمشي ناو من قصر الرئاسه. او في حل تاني كنا عرضناه الحلقه اللي فاتت. غضب غضب غضب. بص احنا نشغل موسيقى حماسيه مع صدى صوت بقى ونقول ايه؟ خسيسي خسيسي خسيسي. ما جايز يمشي. مع بعض والله نقدر. يلا يلا. ها مع بعض مع بعض والله نشتي. يلا. ملايين المصريين في الشوارع ناو. بس عموما يعني لو بيضايقك انني بقول الرئيس السيسي فحلها عندي مضمون وفعال ومتجرب قبل كده. اوعدك مش هتسمع جمله عيب قوي يا جو السيسي بعد كده. ثانيه واحده اغير الطعم بس. الاعلان الموازي عايزك اسطمبه واحده تطلع كده تغسل دماغ الناس بان السيسي سقط خلاص، الموضوع خلاص. اوعى تقول السيسي حتى. قول المخلوع السيسي حتى لو قاعد في الحكم. اضحك على الناس يا شيخ، يقول اي حاجه. بتلاقي حتى ان تصرفاتهم ما بتفرقش كتير عن تصرفات النظام الحاكم، بيمارسوا نفس طريقه القمع وعندهم نفس عدم تقبل النقد. فاش تقول رايك في موقف معين، يا تتبنى افكارهم كلها لوكشه واحده، يا اما تبقى شغال عند الرئيس السيسي تبقى فلاح كلح اسيبه صومالي جربان زي حالاتي كده. نفس اللي الاعلام المصري بيعمله بالظبط، بيخون كل اللي بيهاجموه. طيب نسيبنا بقى من نرجع للمكتب. كسرت لي ظهري. لا يقتل ظهري. سبب محمد ناصر ونخش من الباب الخلفي لصديقي وحبيبي الرئيس السيسي. من فتره كده لقينا الاعلام المصري كله طالع بيحتفل بالرئيس السيسي. قلنا ايه ده؟ هو في ايه؟ هي نتيجه الثانويه العامه بتاعته طلعت ولا ايه؟ قال لك لا اسكت، مش فاز بوسام سان جورج من المانيا؟ العالم كله بيتكلم عنها دلوقتي. يا ما انت كريم يا رب، اخيرا صورتنا بره هتتحسن. قلنا بقى ها يلا نفرح بقى. يلا يلا مع بعض مع بعض والله كلنا نقدر نفرح. يلا ها يلا. بس الاول بس نفهم يا جماعه حاجه مهمه، ايه وسام سان جورج ده وليه الرئيس خده وعشان ايه؟ خبر يعني عظيم جدا. النهارده وفي قصر الاتحاديه رئيس الوفد الالماني ورئيس مجلس اداره مؤسسه زامبر أوبرنبال منحوا النهارده تكريما المانيا. المانيا تمنح وساما للرئيس عبد الفتاح السيسي وسام سان جورج مرسوم عليها القديس جورج قاتل حيوان التنين. هذا الوسام يمنح للذين يسيرون ضد التيار لتميز رئيس الدوله ولريادته كرجل دوله ويعتبر مرساه للناس وآماله. المفروض نستحق جائزه نوبل. يستحق جدا الرئيس، بيستحق كل الأوسمة اللي في الوجود. التقدير هنا جاي من بره طبعا، مع أي تقدير دولي مع أي شهادة دولية. الألمان يعني دقيقين في كل شيء، فشكرا للألمان والحمد لله. الحمد لله فضل ونعمة والله العظيم. يا ما أنت كريم يا رب. أيوة كده بقى. هو ده الشغل بقى. سام سان جورج ده برضه مش شوية، ده قاتل حيوان التنين. يعني الرئيس دلوقتي زي الواد كينج. ما قلكوش بقى. بعدين الوسام ده بيمنح للناس الذين يسيرون ضد التيار، يعني حتى الجمله مش لاقيه عيب. لكن على مين؟ اكتر واحد بصراحه ماشي ضد التيار. تلحق الاقتصاد بينهار يروح يعوم الجنيه. ما فيش حريات يعمل مؤتمرات شباب. عكس التيار على طول. بس عجبني بصراحه الاعلام لما لقى خد وسام قال لك طب ما تدوله نوبل بالمره. يعني اللي هو بالمره يعني وانت جايب وسام سان جورج عدى كده على المخبز هات نوبل. بيعاملوه معامله العيش حرفيا. الا نشأت بصراحه يعني متواضع قوي. كل الاوسمه اللي في الوجود. كل الاوسمه اللي في الحياه والكون. وسام احسن واحد في العالم ناوي. اي وسام بقى حتى لو وسيم السيسي هنديه للسيسي.
اه لا بس بجد بجد احنا المفروض نفكر برضو يعني هل وسام هو اللي يستحق نايب ولا لا؟ لكن بعيدا عن اختلافاتنا مع وسام لازم نقول له الف مبروك نايب. الف مبروك ومن وسام لوسام كده ان شاء الله. واضح كده ان اخيرا فعلا هغير وجهه نظري في الرئيس السيسي فعلا من النهارده انا هفتخر بانجازك ده قدام العالم كله. سيتم سحب الوسام من الرئيس السيسي. الرئيس السيسي بنى نظاما استبداديا وسحق المعارضة السياسية والمسؤول عن التعذيب والتعسف والاعتقالات ويدوس على حقوق الإنسان بالأقدام. رجل جاء إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري. نود أن نعتذر عن هذا المنح للوسام وأن نتبرأ منه، لقد كان منح الوسام خطأ. خطأ إيه ونسحب إيه؟ مش الكلام ده مش حاجة هترجع. ده انا ابعت لكم والله العظيم احمد موسى. ده الرئيس السيسي يعني مش مستني اصلا منكم اوسمه. كل ما بيروح حته بياخد اوسمه وهدايا. اخرهم مثلا يعني عندك اهو محمد بن زايد بايد الرئيس السيسي اربع جمال تنتج وفره استثنائيه من الحليب. يعني مش حليب عادي، وفره استثنائيه يا معلم. لا خد يا ريس الاربع نوق دول الحليب احلف فيهم وما تخليش حد يكلمك هات تاني. وقال لك ايه مثلا النوق اللي بتنتج لبن استثنائي دول ما خدتهمش هديه كده وخلاص. لا دي رمزيه الى سخاء دوله الامارات اللي ساعدت مصر. انا متخيل الجبال كده رايحين مصر فرحانين فاكرين نفسهم هيعيشوا مع نايب. بقى في النغنغه بتاعت الامارات ما عرفش ان هم حرفيا هيتحلبوا. وعلى فكره مش فارق معانا الوسام اصلا، التنين بتاعكم بتحلب؟ لا. وكمان غير الجمال كانت القبائل ادت للرئيس السيسي سيف شيخ العرب همام قبل كده عادي. بوتين اداله الجاكيت بتاعه قبل كده تقريبا كانوا في ديت والرئيس قال له انا سقعان فادهوله يعني. واعتقد ترامب اداله نجم على القرطه قبل كده؟ اه لا ده دي فوتوشوب، فوتوشوب ما ادالوش يا جماعه. لكن في العموم يعني الرئيس مش واقف على الوسام بتاعكم. بس جميل في موضوع الوسام ده يا جماعه ان لما الرئيس السيسي خد الوسام الاعلامي السيسي طلع حلل بقى وبتاع وكده، وكان ناس يقولوا يعني ان رئيس الوفد الالماني قال له عاش وحش وهو بيسلمه الوسام. لما قالوا خطا واتخذ منه قال لك ده انقلابي ومجرم وسفاح وكلام من ده، ما حدش جاب سيره الموضوع ده ولا اتكلم عليه. بس انا مش خايف من كل ده، اللي خايف منه انه فعلا يكون فك الوسام وباعه، تبقى مصيبه. في الاخر انا عايز اقول حاجه مهمه لكل الناس اللي قاعده واللي بيتفرجوا علينا. لو بتتفرج على الحلقه دي من خلال السوشيال ميديا تقدر تشوفها كل يوم خميس حصري على التلفزيون العربي في الاوقات والترددات اللي موجوده تحت لينك الفيديو دي. كمان لو اشتركت في قناه جوشو على اليوتيوب يبقى كتر خيرك. يلا سيبكم بعافيه، شكرا الاسبوع الجاي.